اهتمام غير مسبوق بالأمن الغذائي شهدته الأمة المصرية في العقد الأخير، حيث اعتبرت القيادة السياسية الأمن الغذائي من أهم ركائز الأمن القومي، واهتمت الدولة المصرية بتنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي مع تعثر سلاسل الإمداد. لطالما أكد التاريخ في صفحاته أن الأمة التي لا تصنع دواءها وسلاحها ولا تنتج غذاءها هي أمة بلا حاضر ولا مستقبل، بل هي أمة تابعة لا سيادة لها ولا قرار. في هذا الإطار حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوياته في بناء الوطن قبل قيادته، بناء لا تتحصن أعمدته دون الأمن الغذائي ليظل على رأس سلم الأولويات الوطنية في أوقات السلم والحرب. من أجل تلك الغاية نفذت الدولة العديد من المشروعات الكبرى والشراكات الناجحة التي وقفت كحائط صد أمام تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالميا نتيجة جملة من التحديات العالمية، بداية من جائحة كورونا واضطراب سلاسل الإمداد، مرورا بالتغييرات المناخية والأزمة الأوكرانية، وصولا للعدوان على غزة وما ترتب عليه من تداعيات أمنية خطيرة يشهدها البحر الأحمر، شريان التجارة الرئيسي في العالم. فمن خلال العديد من المشروعات القومية الكبرى نجحت الدولة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية الأساسية. فعلى صعيد القمح نجحت الدولة في تكوين مخزون استراتيجي منه، وهو يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر من خلال عدة إجراءات، أبرزها رفع الحوافز المقدمة للفلاحين على سعر التوريد للأرداب مع سرعة صرف مستحقاتهم. وفيما يتعلق بالسكر فقد تمكنت الدولة من إجراء نقلة نوعية في إنتاجه، حيث قفزت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 91%، كما تم تخفيض الاستيراد، وتحقق مصر اكتفاء ذاتيا في الدواجن الحية، وعملت على تنويع مصادر استيراد اللحوم فضلا عن زيادة مشروعات الاستزراع السمكي. ولتأمين الاحتياطي الاستراتيجي تم طرح أكبر مشروع قومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، هذا إلى جانب إطلاق المشروع القومي للصوامع لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى 1.5 عام. كما تعكف الدولة على تعميم نظام ميكنة الصوامع لحوكمة تداول الأقماح دون تدخل العنصر البشري. جهود الدولة تكللت أيضا بمشروع تأسيس أول بورصة سلعية لخفض الأسعار وتوفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين. كما وضعت الدولة خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع القطاع الخاص، ونجحت في نشر المنافذ التمويلية سواء الثابتة أو المتنقلة على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسواق الجملة بمواصفات واشتراطات عالمية. ولأن الأمن الغذائي لن يتحقق دون زراعة وإنتاج، فقد أخذت الدولة على عاتقها تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية، كما اتخذت الدولة جميع الإجراءات التي من شأنها تشجيع الإنتاج والتصنيع المحلي. إلى ذلك تتواصل الجهود دون انقطاع لتصبح مصر أمة ذات شأن وصاحبة قرار مهما بلغت التحديات.